كان هناك تغير في السياسه واوضحنا اننا ندعم اقامه دوله فلسطينيه كان هذا الموقف الامريكي لفتره وسياسه هذه الاداره وسمعتم الوزير يتحدث لن نعلق على الاعمال الداخليه التي نقوم بها لتحقيق هذا الهدف ولكن هناك طرق عديده لتحقيق ذلك وايضا تسلسل للاحداث لتحقيق هذا الهدف ما اقوله نعم ندعم اقامه دوله فلسطينيه مستقله ونقوم باعمال كثيره داخل الحكومه للتفكير في كيفيه تحقيق ذلك ترينا نتحدث عن هذا علانيه عندما نكون في المنطقه وايضا هنا وكجزء من العمل نحن ننظر على خيارات عديده هذا جزء من عمليه التخطيط العاديه نحن نتابع اقامه دوله فلسطينيه مع ضمانات امنيه حقيقيه لاسرائيل لان هذه هي افضل طريقه لجلب السلام والامن لاسرائيل والفلسطينيين والمنطقه. اكرر وكما سمعتموني وسمعتم الوزير واخرين يقولونه عمل الاونروا ضروري جدا وهو عمل حرج وضروري لتقديم الطعام والماء والدواء والمساعدات الاخرى للشعب الفلسطيني. ولكن المزاعم في الاسبوع الماضي كانت مزعجه جدا ونتيجه الى اهميه عمل الاونروا والا يتعرض للخطر الامم المتحده عليها ان تقوم بتحقيق كامل وترد كما ينبغي وتتخذ اجراءات لمنع حدوث هذا الشيء مرة أخرى، لا نعتقد أن هناك شريك آخر على الأرض هناك يمكن أن يحل محل أونروا ويوصل المساعدات. الحكومة الإسرائيلية أقرت أيضا بأهمية عمل أونروا.